تتساءل ما الذي يجول في ذهن رجل عصابات وقاتل محترف. سأخبرك، أنا جون أليت، منفذ سابق في عصابة، قاتل سابق. أقسمت على الولاء للعصابة وهذه الحياة، أصبحت ثريا جدا. لكن ذات يوم انهار ذلك المجد الزائف. كان علي أن أختار بين عائلة التي هي العصابة أو عائلة الشخصية. ضحيت بحياتهم وبحياتي من أجل العصابة. وجدت منزلا ثانيا خارج عائلتي، حيث شعرت بالقوة والأمان معهم وأكسب النقود معهم. كان عملي هو جمع المال باستمرار وإيذاء الناس وتهديدهم وأن أحرق الأشياء وأضربهم، وكنت ماهرا في هذا. في ذهني كل شيء كان جيدا، كنت أكسب النقود، كان سببا ليبرر حياتي الجنونية والعنف الجنوني وولائي للعصابة. أنا أكون قادرا على أن أحظى بحياة جيدة. حسنا، الدرس الأول. علمني توني كيف أحمل مسدسا، لكنني لم أفهم أنني أستطيع أن أكون قويا مع هذا المسدس. يمكنني أن أكون قويا، أظن أن هذا جعلني أشعر أنني أستطيع السيطرة على العالم. إن استطعت العودة بالزمن سأخبر ولد المقهى الصغير هذا: أهرب بعيدا عني قدر استطاعتك ولا تنظر إلى الخلف. ذات يوم صعدت إلى غرفتي، ورآني والدي وعرفت أن هناك مشكلة ما. قال: أنت تطلق النار على الناس كالمجرمين بلا شفقة، ليس هذا ما علمتك إياه. وبدأت أرد الصراخ: لن أكون مثلك، فقيرا ومشردا، سأملك النقود. أردت أن أؤذي والدي بقولي هذه الكلمات رغم أنني ندمت عليها. لم أعد أشعر بأنني صبي، أصبحت رجلا. أنا الرجل الذي حقق ذلك الحلم الأمريكي. أنا أجلب المال لتوني، وتوني يعطي النقود إلى زعيم عائلة جامبينو، جون غوتي، زعيم كل الزعماء، رئيس العصابة. سمع غوتي أنني أكسب جيدا من أجل العائلة، والآن أصبح يريد رؤيتي. عرفت أن هذا كان من أجلي. كنت أصعد السلم إلى القمة. عرفت أنني لن أستطيع الوصول إلى من هو أعلى من جون غوتي. كان هذا وقتي. المرة الأولى التي رأيت فيها جون غوتي: سيد غوتي، نظرت إليه باحترام وخوف ورهبة. نظر في عيني وقال: هل ستكون مخلصا لهذه العائلة؟ أكثر من أي شيء في حياتك؟ هل أنت مستعد لتمنح حياتك من أجلي ومن أجل عائلتي؟ وقلت: أستطيع القيام بهذا. وقال: أنت لن تتحدث إطلاقا عن أي شيء نناقشه هنا. وقلت: 100%. قال: أحتاج منك أن تقوم بعمل من أجلي. وأخبرني عن رجل يستغل اسمه وهو يعمل في تجارة الممنوعات، جورجي جراسو. هل تعرفه؟ قلت: أجل، بالطبع، إنه من حيي. هناك قوانين في عائلة جامبينو، عليك ألا تذكر أنك تبيع الممنوعات من أجل جون غوتي على الإطلاق. قال غوتي: حسنا، تم إنذاره مرة، ولن أنذر أحدا مرة ثانية. احرص على أن تقتله، واحرص على أن تفعل هذا بشكل صحيح. أحتاج منك أن تتركه في مكان عام كرسالة. أول ما خطر في بالي: هل أنا مستعد للقيام بهذا؟ ثم من جهة أخرى قلت: كف عن الشك بنفسك واهتم بالعمل. آمنت بشكل كامل أنني أقوم بشيء مشرف. عانى لي الكثير أن أكون مخلصا لشيء آمنت به منذ أن كنت صبيا، ولم أكن مستعدا للتوقف عن هذا بعد كل هذه السنين. لا مجال للعودة. اتخذت القرار بأن أقتل جورج جراسو.
طلب مني أن أكون قاتلا مأجورا لجون غوتي. إن رفضت سيقتلني جون غوتي. كنت أفهم هذا. الجزء الأساسي من خطتي كان جعل جورجي غراسو يفقد إدراكه بالممنوعات ويفقد اتزانه حتى لا تكون هناك مشكلة في قتله. كنت في النادي ودخل جورجي غراسو. ذهبت وقلت مرحبا يا جورجي، هيا تعال جميعنا نتناول الشراب. وقال واحدة فقط، يجب أن أغادر باكرا، وقلت تناول جرعة واحدة ولن تقتلك. بعد أن أجعل جورجي يفقد إدراكه من الشراب والممنوعات سيرغب بمتابعة الحفلة، وقلت له اجلس في المقعد الأمامي، وجلست خلفه لأنني من هناك سأختار متى يكون من المناسب إطلاق النار عليه في الرأس. كنا نقود في طريق هادئ وكان يضحك وأنا أضحك، بينما كنا نمزح في مكان ما في وعيك تقول هل سأفعل هذا حقا؟ هل سأزهق روح هذا الرجل؟ ثم صوت آخر مني كان يقول لقد وعدت، إن لم تطع الأمر شخص ما سيقتلني أيضا بالتأكيد. كنت متوترا، هل أستطيع القيام بهذا حقا؟ وضعت طلقة في الحجرة، افعل هذا. لا تفعل، افعل هذا وحسب، سيتم قتله بطريقة أو بأخرى. لن أتعرض للقتل من أجل هذا الرجل. أخيرا أخذت المسدس ووضعته حول مسند الرأس. وفعلتها. لم يقل أحد شيئا. لقد هزني الأمر حقا. لقد رحل هذا الرجل. لقد قتلته. بينما أعيد النظر في الأمر أرى أنه كان أكبر خطأ ارتكبته في حياتي. لقد قتلت نفسك بهذه الطلقة رغم أنك لست ملقا على الأرض. لقد دمرت حياتك. بعد أن قتلت جورجي غراسو هنأني غوتي على هذا وقال إن الأمور ستتغير بالنسبة إلي بشكل كبير، سأعمل مباشرة لصالح جون غوتي الآن. تم ترقيتي إلى زعيم شارع، هذه أعلى التكريمات في عائلة عصابة جامبينو يمكنك الوصول إليها. كان أمرا غير مسبوق لأنني ألباني. تمت معاملتي من قبل غوتي كواحد من أفراد عائلته، وأظن أن هذا لأنني كنت جنديا جيدا وأنني أنظر إليه كأب ثان لي. سأكون محصنا كما لو أنني امتلكت المدينة. قادم إليك. ذات يوم كنت أشاهد التلفاز وألعب مع ابني. تم اعتقال زعيم العصابة المزعوم جون غوتي. شاهدت على الأخبار أن غوتي زعيم العائلة قد اعتقل بتهمة جريمة قتل وبتهم الابتزاز وكسب نقود باللعب والتهرب الضريبي ومجموعة من الجرائم الأخرى، ويواجه الحكم بالسجن المؤبد. لعب غير قانوني. إنه شخصية والد بالنسبة إلي. شعرت أنني دمرت، شعرت بالسوء، لكنني سمعت حينها أنهم تنصتوا على غوتي وكان يتحدث كثيرا على هذه الأشرطة عن أشياء نعرف أنه لا يفترض التحدث عنها. سجلنا شريطا لغوتي. كان لديهم رجال كنت أعرف أنهم ينقلبون. تم سجن غوتي ويعطون الأدلة. تلك كانت اللحظة عندما انهار منزل الأوراق بالنسبة إلى العصابة وعائلة جامبينو، وأنا شخصيا عرفت أنني سأتعرض إلى المشاكل. أنا هدف لكل عدو لدى غوتي. لم أخبر أولادي أو عائلتي أنني راحل. كان من الصعب جدا أن أودعهم.
قبلتهم وودعتهم وهم نائمون. ضحيت بحياتهم وبحياتي من أجل العصابة، لا أستطيع التراجع عن هذا ولن أنسى هذا إطلاقا. أعرف أن علي مغادرة البلاد حالا، فكرت ربما أستطيع أن أخفي أثري في الولايات المتحدة إن ذهبت إلى فنزويلا. شعرت أنه ربما يكون اسمي على لائحة مراقبة عند المغادرة من منطقة سكني، لذا أردت المغادرة من مطار فلوريدا. كنت أتنقل من بلد إلى آخر منذ حوالي سنة. سافرت إلى البرازيل. أخيرا وجدت مكانا شعرت أنه وطني نوعا ما. بدأت أفكر أنني ربما أستطيع بناء حياة جديدة هنا، وأستطيع إحضار أولادي إلي، وأستطيع إحضار كلوديا إلي. الحلم بهذا بقي في ذهني. ربما أستطيع تحقيق هذا. ذات يوم كنت أسير على الشاطئ، نظرت إلى الأعلى، رأيت طوافات، ثم خطب ما، ثم استوعبت الأمر. المكان هادئ تماما، وهذه كوبا كوبانا، هذا ليس ممكنا. وبينما كنت أنظر إلى أعلى لا أريد النظر إلى الأسفل، لأنه ستنتهي حياتي. يا إلهي، لا بد من وجود مخرج، لطالما وجدت مخرجا. كان كأن شخصا أطلق النار علي بالفعل. عرفت أن الأمر انتهى، وكان قد انتهى. أنا مقيد بالأصفاد من الخلف، مربوط بالسلاسل. تم إحضاري إلى الباحة. الباحة مليئة بالزجاج. طلبوا مني نزع حذائي، وطلبوا مني السير، وأنا خائف جدا من أن أطأ على الزجاج، ودفعوني للسير، وكانوا يضحكون جميعا. لم أكن أستطيع تحمل الألم. أريد التوسل إليهم، أرجوكم دعوني أتوقف. وأخيرا دعوني أتوقف. تحولت الأيام إلى أسابيع، والأسابيع إلى أشهر. السجن في البرازيل علمني نوعا جديدا من التعذيب. لم يكن مجرد تعذيب جسدي، بل كان تعذيبا ذهنيا. أنت لا تعرف ماذا سيفعلون بك. ما زلت أقاتل لتسليمي كمجرم. لا أعرف متى سأخرج من هذا الجحيم. بعد سنتين ونصف من التعذيب والعيش في هذه الظروف، أتت الشرطة العسكرية لأخذي. خرجت من زنزانتي. عميل المباحث الفيدرالية بانتظاري وابتسم لي. مرحبا جون. قالوا سيتم تسليمك ثانية إلى الولايات المتحدة. أصدقاؤك في العصابة كانوا يجتمعون مع المباحث الفيدرالية. لم أستطع تصديق ذلك. الرجال يشون بي. تركت أولادي. تعرضت للتعذيب. كنت مستعدا للموت،
لأبقى مخلصا لحياة رفض هؤلاء الرجال البقاء مخلصين لها. يا لي من أحمق. أخلصت للعصابة الأمريكية وبولائي لهم مهما حدث حتى الموت. عندما قلت هذه الكلمات لغوتي كنت أقصدها وعشت وفقها. أخبرني العميل الفيدرالي يمكنك أن تواجه عقوبة الإعدام، إما هذا أو تعطينا معلومات عن أصدقائك. أخبرت العميل الفيدرالي لن أخبرك أي شيء حتى إن حكمت علي بالإعدام. رغم أنني تعرضت للخيانة من قبل العصابة ما زلت مخلصا لهذه الحياة. إلى هذه الدرجة كنت مجنونا. كم كنت أحمق أفكر بهذا كل يوم. ما الذي كنت أفكر به؟ تم أخذي إلى سجن فالكنبرغ. أخذت إلى الزنزانة المنفردة. لم ترغب المباحث الفيدرالية بأن أتحدث إلى أصدقائي، لا من العصابة ولا لأي شخص آخر. كنت تحت المراقبة 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. كان هذا أسوأ من السجن في البرازيل، لأنني كنت أعلم أن هذا ما سأعيشه لبقية حياتي. كان قد مر نحو 4 سنوات لم أرى فيها أولادي أو كلوديا، وكنت أتحرق لرؤيتهم ثانية. أخيرا حان يوم الزيارة. عندما دخلوا أبنائي لم أصدق كم كبروا. أحمل قلبي إليهم. قبلت الزجاج. أخبرتهم أن يضعوا أيديهم هناك. كنت أحلم بأن أخبرهم كم أحبهم وهم يخبرونني الأمر ذاته، وتوقعت منهم أن يعودوا إلى الطريقة التي كانت بها الأمور في السابق من أجلي. نظرت إلى كلوديا التي لم تستطع النظر في عيني وانفجرت باكية. لم أعد أستطيع القيام بهذا. لقد تركتنا، اخترت العائلة الخطأ، انظر ماذا فعلوا بك. وخرجت من الغرفة. كنت أحاول التظاهر بالقوة من أجل أولادي، لكن ابني الآخر قال: أخبرتك أمي الحقيقة، كيف يمكنك تركنا واختيارهم؟ لقد آذيتنا، آذيت أمي، أحبك لكن يجب أن أغادر. وكان هذا كل شيء. أردت أن أموت. من المستحيل التراجع عن هذا القرار. ضحيت بعالمي من أجل عالم غوتي. استوعبت الأمر أخيرا. لم أكن مشرفا، كنت فاشلا. نسيت الأمر أخيرا. كنت سأقوم بالتصرف الصحيح والتحدث مع الحكومة. أخبرت المباحث الفيدرالية بكل شيء عرفته عن جرائم القتل التي ارتكبتها ومن أجل من ارتكبتها، جون غوتي. بالمقابل حصلت على حكم مخفف لعشر سنوات بتهمة جريمة القتل والابتزاز. أتمنى لو أن ثمة طريقة أستطيع فيها التراجع عن كل العنف، كل الألم، كل القتل. بعت روحي للجريمة. كيف أستطيع استعادة ماضي؟ أتعلمون أنا رجل قوي، لكن عندما لا أكون هنا أبكي مثل الآخرين جميعا. أنا عازم على تعليم هؤلاء الأولاد واقع العصابة. إنه ليس مبهرجا، إنه ليس صالحا، ليس سعيدا. إنه طريق مسدود يدمر حياة الناس. كانت حياتي فوضى، والآن حياتي تتعلق برسالة. تخليت عن والدي وعن أولادي وعن حياتي من أجلهم، وكان أغبى ما قمت به في حياتي، وسأحرص على ألا يفعل ولد آخر هذا.